عندنا كيلو بطاطس، البطاطس تكون صغيرة على قد ما نقدر، ولو مش صغيرة نقسمها نصين بس بعد ما نسلقها. البطاطس دي مسلوقة نص سوا، يعني مش مستوية سوا كامل عشان ما تتهريش معانا. نص كوباية من البقدونس المفروم، معلقة صغيرة من الثوم المفروم، معلقتين كبار من عصير الليمون، عندنا معلقتين زبدة وملح وفلفل اسود. بسيطة قوي الموضوع ولذيذ جدا. ما تدخلولي بقى بابريكا علشان انا بحب طعمها جدا مع البطاطس. بابريكا وكمون ليهم كده معزة خاصة، وانا بحس دايما الكمون والبطاطس كده من الحاجات اللي يعني ايه ما ينفعش نفصلهم عن بعض. فحط كمون وحط بابريكا كمان في المقادير، وتعالوا بينا يلا علشان نشتغل. زي ما قلنا البطاطس معانا النهارده البطاطس البيبي اللي هي صغيره، كل ما جبتيها صغيره بتبقى لطيفه جدا. طيب الحجم الصغنن ده مش متوفر في السوق، فنقدر نستخدم الاكبر منه، بس نقطع كل بطاطسيه نصين. فانا لقيتها كبيره شويه فهبتدي ايه اقسمها. وزي ما انتوا واخدين بالكم البطاطس سلقتها حلوه قوي قوي بجد، تسلم ايد اللي سلقها. البطاطس مش مهريه، مستويه نص سوا، فكده لطيف جدا جدا. تعالى نقطعها كده. البطاطس لما بيزيد عليها السوا ما بنعرفش نتحكم فيها. خلاص يعني انا صغرت الحجم الكبير علشان يبقى الحجم مناسب، حتى لو اخدت بالشوكه كده ولا حاجه اعرف اكلها على مره واحده. هايل كده، حلو قوي. تعالوا بينا بقى فوق على النار بيسخن، اخد الزبده اسقيها الاول. طريقتين، طريقة ان انا ادخلها الفرن، وطريقة ان انا اكملها هنا على الطاسة او الووك. اعملي اللي يريحك واللي انت شايفاه اسهلك. لو احنا هنعملها في الفرن فانا هسيح الزبدة بس كده، وابتدي اضيفها على البطاطس ومعاها كل البهارات والملح والبقدونس، واقلبهم مع بعض واحطهم في صاج وادخل الفرن. اما لو هشتغل هنا يبقى هشتغل زي ما انتوا هتشوفوني دلوقتي. تعالوا بينا بقى. خلاص البطاطس كده الزبدة خلاص ساحت، هبتدي اجيب البطاطس وانزلها. طبعا البطاطس متصفيه تماما من اي سوائل فيها مكان السلق. خلاص خلاص المره الجايه. حطينا كده البطاطس في الزبده على النار علشان تبتدي البطاطس بقى ايه تلون كده وتاخد لون ذهبي لطيف. هقلبها تقلبتين قبل ما ابتدي اضيف لها البهارات اللي معانا، واضيف لها كمان الثوم. نعلي بس النار كده. زي ما اتفقنا البطاطس بتاعتنا مسلوقه نص سلقه علشان تبقى محتفظه بشكلها، ما تتهريش وانا بقلبها، وتبقى بالشكل الحلو اللي انتم شايفينه ده. قلت بدل ما اولع الفرن بقى ويقعد معانا وقت وكده، فهنعملها هنا مع بعض على البوتاجاز بسرعه وهتطلع معاكي خطيره. هنشوح البطاطس مع الزبده، هي لوحدها طالعه كده ريحتها حكايه. وهجهز بقى بهاراتنا والثوم وعصير الليمون. البطاطس من المأكولات لو اتعملت بأي شكل احنا بنعشقها، بأي طريقة احنا بنحبها. فالطريقة دي لذيذة جدا جدا، ينفع تتقدم كده كمقبلات جنب اي غدا، تنفع كمان في فطار الصبح، وتنفع في جوع نص الليل وفي العشاء. هي لذيذة بأي شكل، طعمها حلو جدا جدا وبسيطة كمان وطريقتها سهلة. بصوا بدأت البطاطس ها تلون. تعالوا بينا بقى نحط لها الثوم. احط كمان رشة كمون ورشة بابريكا
هندي فلفل اسود، وهنا بقى لو انتي وانتي بتسلقي البطاطس حطيتي ملح فراعي الحته دي، يبقى مش هتحطي ملح غير حاجه بسيطه خالص، اما لو سلقتي في ميه بس يبقى لازم تحطي الملح الكافي. انا هحط الملح. يلا عندنا بقى كيلو من البطاطس الصغيره خالص على قد ما نقدر، هنسلقها نص سوا، مش عايزينها تتهري علشان نقدر نتحكم فيها. عندنا كمان نص كوبايه بقدونس، يعني نص حزمه بقدونس مفرومه، معلقه صغيره من الثوم المفروم، وعندنا معلقتين كبار من الزبده وعصير الليمون، وكمان معلقه صغيره او رشه صغيره بابريكا وكمون وملح وفلفل اسود. جبنا البطاطس بتاعتنا، حطينا الزبده على النار سخنت، نزلنا البطاطس، شوحنا البطاطس كده وقلبناها في الزبده تقلبتين، وبعد كده رحنا منزلين الثوم والملح والفلفل الكمون البابريكا، وكله كده اتقلب على النار والريحه طالعه اخر جمال. اهم حاجه في الموضوع اوعي تستني لما الثوم يغمق منك، خلي الثوم يبقى لونه ذهبي بس. الريحه هايله قوي قوي. عندي عصير الليمون وعندي البقدونس، اول ما احس خلاص ان الثوم كده بدا ياخد معانا لون ذهبي، مش هطول عليه عشان ما يمررش معانا، هروح حط على طول عصير الليمون. لو البطاطس معرفتيش تتحصلي على البيبي الصغننه خالص، فاستخدمي البطاطس اللي انت عايزاها اسلقيها بحالها علشان ما تتهريش، وبعد كده قطعيها على قد حجم الشوكه كده على قد اللي هياكل، واستخدميها زي ما احنا عملنا بالظبط. انا شايفه ان التوم كده لونه حلو قوي، مش عايزه اغمقه علشان ما يمررش. هحط بقى عصير الليمون. بسم الله الرحمن الرحيم. ونستنى كده عصير الليمون بقى ايه يتبخر والبطاطس تشربه، واحط شويه من البقدونس ونخلي الباقي للتقديم، وندي تقليبه. يعني احلى طبق فاتح للشهيه، خطير. زي الفل. تعالوا نجيب طبق. جهزنا طبق التقديم، وتعالوا ناخد البطاطس بتاعتنا ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الريحه دي؟ الريحه تحفه تحفه بجد. وشايفين سهله وبسيطه ازاي؟ قلنا لو انت حابه تعمليها في الفرن، بس في الفرن هتطول معانا شويه، احنا عملناها كده ايه بسرعه بسرعه وبنتيجه مميزه، وعلى البوتاجاز من فوق شايفين الجمال تجنن. طيب ناخد بقى البقدونس كده. حاطين توم، فلازم بقدونس بقى عشان زي ما قلنا البقدونس بيخلي ريحة الفم طيبة. الطبق شكله حلو قوي قوي. يلا هوب، ادي طبقنا، طبق حلو قوي فاتح للشهية، طعمه جميل جدا. جنب فطار مش هيقولك لا، جنب غدا مش هيقولك لا، جنب عشاء مش هيقولك لا، لذيذ وطعمه حلو جدا جدا. ان شاء الله تجربوه، سهل وكلنا عندنا بطاطس في البيت ان شاء الله.